السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة خالد با يوسف. أولا وقبل كل شيء، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا حتى يصلكم الجديد. السلام عليكم. وأنا كنقلب في يوتيوب لقيت واحد الأغنية جديدة ديال الكودين ديال الجمهور ديال النادي المكناسي. أولا أجيو نعرفوا شكون هو النادي المكناسي. النادي المكناسي واحد الفريق اللي تأسس في 1962، عنده جوج ديال الألقاب. اللقب الأول هو ديال البطو ديال كأس العرش في 1966، والبطولة في 1995. هذا هو النادي المكناسي. لكن في السنوات الأخيرة الكوديم ولات كتخبط في مشاكل وهبطت الأقسام الهوات. هذا هو اللي كيحس في النفس، كتشوف مكناس أنها ما وقفتش معاه. الناس ديال مكناس، الناس اللي شبعانين في مكناس، اللي خصهم يدعموا الفريق، حتى شي واحد موقف معاه. دابا خليونا من هذا الشيء لنرجعوا للأغنية ديالهم ديال الريدمان اللي هضرت على مشاكل الشباب ومشاكل الفريق ومشاكل اللي كيعينيها اي مغربي. غادي نسمعوها دابا ونرجع لكم. كما سمعنا ان المشاكل اللي كيعانيها اي مغربي يخصوها في هذه الاغنيه هذه، وبينوا ان الالترا ماشي غير كتشجع، ماشي غير كتهضر على المستطيل الاخضر، انها بامكانها توصل ميساجات، توصل المشاكل ديال الناس. حنا ماشي شي هدف خايب ولا لاش كنقولوا هذا الشيء، باش اللي تصلح يتصلح من اجل ان يتحارب الفساد. في اخر هذا الفيديو كنقول لكم نقضوا الكودين، نقضوا الكوديم، نقضوا الكوديم. رسالة من مدينة الريش، يلا ما تنساوش تابونا. السلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على الزر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.